بيكم لمعرض الكتاب مع زميلتنا مروة علاء. خلينا نشوف. صباح الخير نيفين، وصباح الخير على كل مشاهدينا. مشاهدينا احنا الان موجودين في معرض القاهرة الدولي للكتاب علشان نرصد لحضراتكم الوضع هنا من ناحية الاسعار ومن ناحية اوضاع الكتب وانواعها، وهل في اقبال من المواطنين ولا لا. صباح الخير، اتعرف بحضرتك. انا علاء محمد عارف. استاذ علاء، كلمني هنا عن الوضع، هل في اقبال من المواطنين ولا لا؟ حضرتك صاحب مكتبه هنا، تمام؟ عايز اعرف بقى الوضع ايه، هل في اقبال من المواطنين ولا لا؟ انواع الاقبال، هل في شباب، هل كبار سن، هل سيدات، هل بنات؟ فلقى الاقبال السنه دي طعم قبل ما السنه دي موجود ناس برضو مش زي السنه اللي فاتت، لان الاسعار السنه دي اغلى من السنه اللي فاتت. زياده قد ايه؟ يعني مثلا بتبقى زياده الضعف او اكتر شويه، ان الفرق الدولار ده هو اللي غلى كتب، ان الكتب كلها طبعات اوريجينال، هي فكره في كده. بس بالنسبه لتداول الناس، الشباب بقى موجودين كل حاجه، بس يعني الشباب اللي يجي هيجوا يقروا قصص اللي هي الروايات العربي، ما بيبقوش مثلا روايات مترجمه او حاجه زي فيها حاجه فيها فيك فيها فلسفه ومنطق حاجه زي كده، كلها روايات. هل الشباب بس هم المقبلين على المعرض ولا في فئات عمريه مختلفه؟ لا لا طبعا في فئات عمريه مختلفه، والناس الكبار برضو في تداول عليهم وكل حاجه يعني. طب انواع الكتب بقى الموجوده ايه هنا في المعرض؟ هو المعرض هنا فيه كل حاجه، في روايات مترجمه وروايات عربي وكتب سياسه ودين وكل حاجه. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. اتعرف بحضرتك؟ شادي نصر. تمام. شادي، قول لي بقى، انت جاي هنا المعرض، هل في انواع معينه من الكتب ولا لا؟ او الاسعار مناسبه ليك ولا لا؟ هي الانواع كتب زادت عن السنه اللي فاتت، انواع كتب جديده اتحطت، روايات اكتر اللي هي القصص باللغه الاجنبيه. تمام. في الاقبال شويه نزل السنه دي. طب لو هنتكلم بقى عن التأمين من قوات الشرطة، هل أنت شايف التأمين هنا عامل إزاي؟ لا، التأمين جامد يعني. التأمين يعني بره على البوابة فتشنا كذا مرة، والشنط اتفتشت، ويعني وفي في ضباط واقفين على السور بره، في دوريات متابعة وكده. تمام. طب بالنسبة بقى لأسعار الكتب، لو هنتكلم عن الأسعار، هل الأسعار مناسبة ليك؟ الأسعار هي غالية يعني، بصراحة غالية، بس الكتب تستحق بصراحة. بشكرك شكرا جزيلا. تعرف بحضرتك؟ علي ابراهيم. تمام. استاذ علي بقى، يعني احنا شفنا عدد من الشباب موجود علشان خاطر ليه كتب معينه جاي يشوفها، انت بقى جاي النهارده، هل في نوع معين من الكتب جاي تقراه والاسعار مناسبه ليك ولا لا؟ انا شغال هنا في دار سما للنشر والتوزيع. تمام. بس هي الاسعار اعتقد في المتناول، يعني في المتناول، ما بين وبتختلف ما بين الروايات او كتب سياسيه، ما بين قصص الاطفال، بتبقى كله حسب سعره. نعم غالي عن السنه اللي فاتت كتير، بس برضه في اقبال، في اقبال كويس وفي شو. بالنسبه للاقبال، الاقبال من فئه معينه ولا مثلا من فئات الشعب كلها موجوده، فئات سواء بالنسبه للسن، سواء بالنسبه لكل حاجه؟ لا، في كل الفئات، كل الاعمار موجوده، وكل الناس موجوده بتتابع، وكل من الفئات المجتمعيه سواء كان غني او فقير، غني او فقير او في طبقه متوسطه. اصل بص، كله موجود، وكلها في الناس كلها عاملين، كل المكتبات هنا عاملين عروض. فالناس كلها، في كل واحد سواء في فئه معينه من المجتمع بيقدر يشتري، بيعرف طلبه فين وبيروح يجيب حاجه. تقول ايه للمصريين اللي لسه ما نزلوش معرض الكتاب؟ لا، اقول لهم تعالوا جربوا وشوفوا. انا كنت بكلم زمايلي امبارح، بقول لهم تعالوا جربوا وشوفوا، هتتبسطوا قوي ومش هتندموا. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. تعالى قول لي اسمك ايه؟ عبد الله. تمام، عبد الله، قول لي بقى، انت جاي تعمل ايه؟ جاي اشتري قصص. و قصص معينه؟ قصص ايه بقى؟ قصص خياليه، وفي قصص حقيقيه عادي. وجاي اشتري كتب، ولو في كتب دراسيه اشتري برضو. تمام. يعني طب رايك ايه بقى في الاسعار، انت واهلك بقى ايه الاسعار؟ لا، الاسعار مناسبه في متناول الجميع. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. نيفين، زي ما شفنا كل الفئات العمريه وكل الفئات المجتمعيه كلها موجوده في معرض الكتاب، فعلا الاقبال مش كبير، ولكن الناس الاسعار في متناول الجميع، في اسعار كتب غاليه وفي اسعار كتب متوسطه، وفي كمان للاطفال اللي جايين، زي ما كان معايا الطفل من شويه بيقول ان الاسعار الحمد لله مناسبه، وكمان هو جاي علشان خاطر مواد دراسيه، يعني كل واحد في مصر ليه هدف معين وليه كتاب معين بينزل يدور عليه. نتمنى ان الاسعار فعلا تلائم كل الفئات. بشكرك نيفين، وشكرا لكل مشاهدينا. كنت معاكم مروة علاء من برنامج صباحك عندنا. بنشكر زميلتنا مروة علاء على التغطية الجميلة دي، الحقيقة ادتنا شوية. الجيل اللي طالع جديد بدأ يبقى عنده اهتمام بالقراية والثقافة.